هذا من الله ومنكم ساعدوني. امي هاي كاني. اي اني. اي رحم الله دك. مالي دخل بغيري. انت وليدي وعلى راسي. مالي دخل بغيري. انت على راسي. وروحي هاي الشباب هنا يمي. اي. ويا حبيبي. اي. روحي اخذي اللي تريديه على حسابي. رحم الله والديك الله يعطيك العافيه. شباب السلام عليكم. بس شويه. هاي المره شو تريد تطوها على حسابي اني؟ شو تريد تطوها على حسابي؟ شو يعجبها؟ شو يعجبها تطوها على حسابي؟ روحي يمه. بس قبل كل شيء تعالي هنا. عندك تليفون؟ عندي هذا طوني صغير. اني ما راح اقول انه اني ملتي ملياردير، لا على قد حالي. الله الله دي نسويها احنا. لكن هاي حالة من ألف عندنا، من ملايين عندنا بالعراق. أيتام عندها وإيجارها ب 200 والناس تتصدق عليها، ليش؟ ليش الناس تتصدق عليها؟ والله ما أخلي مرة عراقية تموت من الجوع بالشارع، لا وحق رب العزة. أنا ناشد الناس الخيرة. وناشد شكو عراقي شريف. وإحنا الحمد لله وشكر أهل كرم. وهل غير العراقيين؟ لا اناشد حكومه ولا اناشد برلماني ولا مسؤول ولا تاجر، إن هو التاجر يلغف فنانه ويخاف على فلوسه. اللي عنده امكانيه هاي المره قبالكم، واللي يقدر يساعده هاي المره قبالكم، ورقمها راح اخذه، واللي يريد يتواصل ويا هاي المره يريد يساعدها موجوده بقنبر علي. زين اللي يريد يساعدها جزاء الله الف خير. جزاء الله الف خير. واللي مي يصدق يخاف المره تكذب بيتها موجود، روحوا لبيتها. روحوا لبيتها شوفوا. فادينا دا ناشد هالمره هاي. انا دا اناشدكم بروح الاخوه. اعطيني رقمك شمه. انا رقمك. أنا رقمك راح آخذه، حدق على رقم يمه، حتى الناس بتتواصل وياي. زين؟ يتصلون عليك، يتواصلون وياك، وبعد أنا ناشدت الناس هنا اللي يريد يساعدك. الله يحفظكم الجميع. أنا عندي رعاية ابنك هاني وحمال، بالشهر إن شاء الله 50 30 40 60 بس أنت بيتك. المحلات يعرفوني. كل محل 20 كل شهر 30. أنا فابر عندي رعاية اجتماعية. بس انت دارك انت بيتك بالشهر من رعايه مالته 50 40 100 70 القلبيات من محلات تعطوني عاوني كان من راتبي انا بخدمتك. والله وكف. الله شاهد عمال انا وين حمال. والله والنعم. وعندي رعايه اجتماعيه. والله والنعم. انا راتبي بالشهر 270 ان شاء الله. انا بس انت بيتك 50 70 80 لوجه الله تعالى. والناس الخير تسمع لحب يساعده بالشهر 25 30,000 40,000 تمام. انا خب عندي رعايه بس عندي اروح عند بيتها لله تعالى ثواب اهلي بالشهر. والله بالله ما ابي شيء. شكو بيها من واحد يساعد ام يساعد اخت يساعد اهله؟ عيد الله سبحانه وتعالى يعني مو بعيده. الله يفتح لنا باب تمام. يم الله ما تروح. انا ابنك كان عندي رعايه اروح وياك عند بيتك اعطيك 50 بالشهر 70 60 80 لوجه الله تعالى. ما ابي شيء. ومن انت حضرتك؟ ام علياء. تبشرين بالخير. ما طول هاي الناس موجوده ابشري بالخير. اي والله قنبر علي يعرفوني. ما هي مره من قنبر علي كلهم يعرفوني. من بيت ابو صباح بيت ابو علي. اي هيك انا عرفتك. يم شو اسمه؟ ما حجيت بيع لحم ما لحم. ما ادري هيك هناك. اكو خبازه وقصاب. خلاص يمه هاي تبشرين. تبشرين. شباب حجينا. انا اخوتي الغطوها من كل شكل. انا عندي راتب من كل شكل تطوها اللي يعجبها من كل شكل. رحم الله والديك. بالعافيه وديك الله يعافيك. بالعافيه. رحم الله والديك. حياك 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 خيرك. اولا هي الله يساعدهم. حياكم الله. تعال امي تعال. شكو بيها؟ ما بيها شيء. مساعده حلوه صح لا مو صح؟ ما بيها شيء. هسه انا رجال حمال عندي رعايه اشوف هيك مره اساعده بشهر 50 60 40 مو 70 قسمت الخبز. اي والله بالله وغيرها. الحمد لله هسه يوم انا محصل يقول محصل 30,000 تمام. خير من الله نعمه مكفياتني. من اجي نجي عند مثلا من استلم راتبي اشوف انا محتاج اساعد بيه ابن عمي 100 المحتاج 50 ليش؟ لان الله سبحانه وتعالى راح يفتحها علي تمام. انا اشوف هيك مره حالتها تعبانه اشوف مثلا انا عندي بيت ملك تمام وعندي سحب وعندي نت ليش ما اساعدها؟
ليش ما عاونها فد بحمرتين او فد 100,000؟ اليوم الله سبحانه وتعالى ما تروح. احنا نحكي على اصحاب المال، اصحاب من شوي عندهم امكانيه، من شوف هيك مره يكون يعاونها. لا يخاف على فلوسه. لا والله يا الله ما تروح دفعت بله عن عياله عن اولاده، عنده البيت يساعده مو قلبيات 30,000 40,000 ما بيها شيء. يعني برعايه ساعدت مره واللي عنده اموال ما يساعدها ما يعاونها، شكو بيها؟ المساعده حلوه.